عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي جلسة مباحثات ثنائية وموسعة مع نظيره السريلانكي علي صبري بمقر وزارة الخارجية. اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة، حيث أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بتعزيز الاستثمارات السريلانكية والانتفاع من المزايا والمحفزات التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب. اللقاء استعرض أيضا الحرب الجارية في قطاع غزة وجهود مصر من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، فضلا عن مستجدات الأوضاع في منطقة المحيط الهادي والجنوب الأسيوي. وقام الوزيران بالتوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين المعهد الدبلوماسي المصري ونظيره السريلانكي لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر.